حلف شمال الأطلسي الناتو تم تأسيس هذا الحلف قبل 75 عاماً بغرض منع اندلاع الحروب بين الدول ذات السيادة. خمسة وسبعون عاماً لم تندلع أي حرب في أوروبا، هذا هو التعبير الأمثل للتحالف الناجح. لكن ذلك تغير في تاريخ 24 من فبراير عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا علناً، وعادت الحرب إلى أوروبا. وبالرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي، لكن ومنذ ذلك الحين هناك تساؤل حول مقدرة الناتو الدفاعية ومدى قوة هذا التحالف العسكري الغربي. هناك بعض نقاط الضعف الواضحة لا سيما بين الدول الأعضاء الأوروبية. الأمن الأوروبي يعتمد على الولايات المتحدة بنسبة 90%، أي أنه يوجد 27 جيشاً لا يستطيع أي جيش منهم منفرداً تولي مهام متوسطة الحجم. في هذا الفيلم سنسمع آراء أشخاص يعرفون حلف شمال الأطلسي معرفة جيدة. لا يمكننا أن نضمن حماية ميونخ أو فرانكفورت أو برلين، لا نستطيع ذلك. حلف شمال الأطلسي الذي تأسس على حطام الحرب العالمية الثانية حقق ما لا يمكن تصوره، فبمرور الوقت أصبح الأعداء السابقين شركاء. أرى أنه أمر مدهش، فقد كان هناك ضباط ألمان من هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي ممن قاتلوا ضد الأمريكيين والبريطانيين في الحرب العالمية الثانية. والآن بعد مرور 75 عاماً على تأسيس حلف شمال الأطلسي أصبحت أهميته أكبر مما كانت عليه منذ الحرب الباردة، فالعالم يعيد تسليح نفسه من جديد. لا يقتصر الأمر على روسيا، فهناك الصين والشرق الأوسط أيضاً. فقد ضاعفت المملكة العربية السعودية قواتها البرية 3 مرات منذ عام 2010. وماذا عن حلف شمال الأطلسي؟ غضضنا بصرنا عن الواقع، وها نحن الآن نتعامل مع عواقب ذلك. هذه مدينة مونس في بلجيكا يقطنها 100,000 نسمة، تبعد عن العاصمة بروكسل مسافة 70 كيلومتراً. يقع فيها واحد من أكثر المباني المحمية في العالم، وهو المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي، المقر العام للقوات المتحالفة في أوروبا. إنه المركز المحوري للمعلومات الأمنية الحيوية على مدار الساعة، بدءاً من التحركات القريبة من حدود الحلف الدفاعي ووصولاً إلى أي نشاط مشبوه. الأدميرال روب باور هو رئيس اللجنة العسكرية، وهو أحد كبار الموظفين في الحلف. إنه يمثل حلقة وصل بين العالم السياسي والعسكري. هذا التحالف قائم منذ 75 عاماً. بدأنا ب 12 دولة عضوة، ولدينا الآن 32 دولة عضوة تقريباً. هذا بحد ذاته دليل قوي على أن هذا التحالف يضفي قيمة، وإلا لما انضمت إليه العديد من الدول. عندما تأسس حلف شمال الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتكون من 12 دولة. كان هدف الحلف أثناء الحرب الباردة احتواء الشيوعية ومنع الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي من توسيع نفوذهما. بمرور الوقت، انضمت إلى حلف الناتو 20 دولة أخرى بما فيها دول المعسكر الشرقي سابقاً. اليوم يمتد الحلف من المحيط المتجمد الشمالي إلى حدود تركيا مع سوريا في الجنوب الشرقي، ومن دول البلطيق الواقعة على حدود روسيا عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة وكندا. إنه أكبر تحالف دفاعي في العالم ويوفر الأمن لمليار شخص. ومع ذلك فإن منظمة حلف شمال الأطلسي ذاتها لا تمتلك قوات خاصة بها. تأسس حلف شمال الأطلسي استناداً إلى 3 أمور مهمة، وهي القيادة والسيطرة، توحيد المعايير،
والمنورات. قوات الحلف تأتي من الدول الأعضاء، الدول ذات السيادة التي يبلغ عددها 31 دولة، وستصبح 32 قريباً. تضع تلك الدول قواتها تحت تصرف حلف شمال الأطلسي عند إجراء منورة أو عملية أو للدفاع الجماعي. وعندما تفعل ذلك، يتولى القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال كافولي قيادة تلك القوات، ويكون مخولاً باستخدامها في المهمة الموكلة إليه. الآثار المؤلمة للحرب العالمية الثانية التي كانت عاملاً رئيسياً في تأسيس حلف الناتو لا تزال حاضرة. من الضروري أن نفهم أن حلف شمال الأطلسي أنشئ وتأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هذه الحرب والدمار الذي خلفته ألقت بظلالها على جميع المشاركين، والعديد من هؤلاء الذين كانوا في ذلك الوقت بشكل حصري تقريباً من الرجال، إما قاتلوا في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، أو أنهم لعبوا دوراً مهماً في كلتا الحربين. ولذلك قرروا أن جوهر حلف الناتو هو ضمان عدم اندلاع حرب جديدة في أوروبا. كان لدى الكثيرين إيمان بأن الناتو هو الطريق الصحيح لتحقيق ذلك. عندما تأسس التحالف لم يكن لديه هيكل عسكري ولا مركز للقيادة، ففي المقام الأول كان حلف شمال الأطلسي بمثابة وعد. من المهم أن نعرف أنه عندما وقعت المعاهدة عام 1949 كانت معاهدة رمزية، كانت رمزاً سياسياً منوطاً بحماية تلك الدول الاثنتي عشرة لبعضها الآخر والتعاون فيما بينها. في الرابع من أبريل عام 1949 وقعت اتفاقية شمال الأطلسي من قبل رؤساء حكومات ووزراء خارجية وكبار دبلوماسيين من 12 دولة، وكانت الاتفاقية تتضمن 14 مادة فقط. بالنسبة لنا، إذا كان هناك أي شيء مؤكد اليوم، إذا كان هناك أي شيء لا مفر منه في المستقبل، فهو إرادة شعوب العالم من أجل الحرية والسلام. بعد بضعة أشهر من توقيع الاتفاقية في شهر أغسطس عام 1949 فجر الاتحاد السوفيتي أول قنبلة ذرية له، وبذلك كسر احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية وازداد سباق التسلح سرعة. أصبح الاتحاد السوفيتي العدو الأول للغرب، ومع استخدام الأسلحة النووية فإن أي استفزاز كان من الممكن أن يعني نهاية العالم حرفياً. لكن في ذلك الوقت لم يكن الخوف الأكبر لدى مؤسسي حلف شمال الأطلسي يتمثل في الهجوم المباشر من جانب الاتحاد السوفيتي، بل كان ما يسميه المؤرخ الكندي تيموثي أندروس سيل بموطن ضعف الديمقراطية. في أواخر أربعينيات القرن الماضي كان القلق الأكبر يتمثل في تجربة الحرب العالمية الثانية التي كانت لها عواقب مدمرة ومأساوية على سكان أوروبا، لدرجة أنهم لن يكونوا مستعدين للقتال من أجل بلدانهم أو مصالحهم الوطنية في المستقبل. إذا قام الاتحاد السوفيتي بحشد قواته أو إجراء مناورات أو استعراض عضلاته العسكرية بطريقة أو بأخرى، فهنالك خوف من أن يطلب المواطنون في الدول الأوروبية من قادتهم الاستسلام للمطالب السوفيتية دون مقاومة. ملايين الوفيات خلال الحرب العالمية الثانية لا يزال ينظر إليها على أنها مهولة، ووفقاً لنظرية المؤرخ فإن الأنظمة الديمقراطية تترك نفسها عرضة للابتزاز لأنها تحاول الحفاظ على السلام بأي ثمن. إنها تميل إلى تقديم التنازلات والاستسلام للضغوط. بعد أن أصبحوا جزءاً من الناتو أو جزءاً من التحالف، شعر القادة بأنهم قادرون على الذهاب إلى شعوبهم والقول إنهم أصبحوا جزءاً من شيء كبير جداً. وفي أعقاب الحرب، عندما لم يكن القادة يعتقدون أن الأوروبيين على استعداد للقتال مرة أخرى، كان من المهم جداً أن يظهروا قوة هذه المجموعة.
اليوم بعد أن مر على تأسيس حلف شمال الأطلسي 75 عاماً تخاض حرب جديدة في أوروبا، ومنذ ذلك الحين يتعين على أكبر تحالف عسكري في العالم أن يسأل نفسه عن مدى قدرته الدفاعية في الحالات القصوى. على جميع الدول أن تضمن قدرتها على الدفاع عن أراضيها، هذا بند المادة الثالثة الذي أهمل لسنوات عدة. على سبيل المثال، خفضت بريطانيا قواتها البرية إلى حد كبير. تمتلك ألمانيا قوات برية، لكنها لا تتوافق بالضرورة مع قوات مسلحة أخرى. تمتلك فرنسا أسلحة نووية، لكن عددها قليل جداً مقارنة بالترسانة النووية الروسية. بعد الحرب الباردة، بدأ التركيز على الدفاع المشترك بالتلاشي على نحو متزايد، وانتقل تركيز حلف شمال الأطلسي على العمليات في أفغانستان وليبيا والحرب على الإرهاب. كانت لدينا مهمات خارجية تتطلب وحدات صغيرة ومتنقلة من القوات المسلحة، والتي أرسلت إلى الخارج في وحدات صغيرة متنقلة للقيام بمهام محددة جداً. في الاستجابة للأزمات يكون الوقت في صالحنا، نحن من نقرر ما إذا كنا سنذهب إلى أفغانستان أو لا، ومتى وعدد القوات والمدة الزمنية. لكن في الدفاع المشترك ربما يهاجمك الخصم على حين غرة، إن كنت مستعداً أو لم تكن. صارت مواطن ضعف الحلف واضحة الآن. إحدى أكبر المشكلات هي أن حلف شمال الأطلسي صار يضم الآن 32 دولة، ما يعني 32 دولة ذات سيادة والكثير من البيروقراطية. القدرة على نشر وتحريك القوات بسرعة قد يكون حاسماً في وقت الحرب، ولكن في أوروبا يتطلب ذلك جهداً بيروقراطياً على الرغم من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. من عام 2014 إلى عام 2017 كان الجنرال بين هوجز القائد العام للقوات الأمريكية في أوروبا. يمكنك أخذ شاحنة محملة بالتفاح من بولندا إلى البرتغال من دون أن تتوقف أبداً، تسير بها على طول الطريق، لكن لا يمكن فعل ذلك بالقوات العسكرية. كانت لدي قوات موجودة في دول البلطيق وبولندا بأعداد صغيرة. لاحظت أن مستوى الاستعداد في وحدة طائرات الهليكوبتر الخاصة بي كان ينخفض، فسألت قائد كتيبة طيراني في أنسباخ لماذا لا يتم إصلاح المروحيات ولما يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، فقال: سيدي، لا يمكننا نقل قطع الغيار من أنسباخ إلى ليفاردي، فهذا يستغرق أسابيع. فقلت له: ماذا؟ كنت غشيماً، افترضت أن القيادة من أنسباخ إلى ليفاردي مثل القيادة على الطريق السريع 95 في الولايات المتحدة من فلوريدا إلى فيرجينيا. هذه كلها دول أوروبية، دول تابعة لحلف شمال الأطلسي، أين المشكلة؟ وعندها بالضبط أدركت أن هناك مشكلة في نقل المعدات العسكرية عبر الحدود عبر الدول المختلفة، إذ كان يجب الحصول على إذن خاص لذلك. حلف شمال الأطلسي على علم بهذه المشكلة، ومنذ عام 2021 يشغل ما يسميه الدعم المشترك والقيادة التمكينية في مدينة أولم جنوبي ألمانيا. دوره الرئيسي يتمثل في الحد من الروتين البيروقراطي فيما يتعلق بنشر القوات. قائد تلك القيادة هو الفريق أول ألكسندر زولفرانك. لدينا هيكل فيدرالي، وهذا يعني أن علينا جعل الدول ذات الحكومات المختلفة تعمل معاً. لدينا استمارات يجب ملؤها بمصطلحات محددة للغاية، ويتختلف من دولة إلى أخرى، وهذا أمر نعمل عليه. وعلينا أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار أموراً مثل اللوائح الجمركية مثلاً، أو إجراءات الوقاية من الأوبئة. كي ننقل الدبابات عبر ألمانيا، علينا تحميلها على متن قطار أو وضعها في مؤخرة إحدى الشاحنات الكبيرة. لا نملك ما يكفي من هذه الشاحنات لنقل الدبابات، لذا نلجأ إلى شركة القطارات الألمانية. لكن في وقت السلم لا تترك الشركة عملها لتنقل الدبابات فقط، لذا يعد إنجاز هذا العمل أمراً شاقاً للغاية. هذه ثكنة أوبرفالت في شرق ولاية بافاريا.
غدا سيسافر الجنود إلى ليتوانيا في مهمة لحلف شمال الأطلسي. إذن يا رجال، تبقى لدينا حمولة واحدة وسننتقل بعدها إلى ليتوانيا. هل تقسيم الأفراد واضح لكم؟ سيتم نقل الدبابات إلى ليتوانيا بالقطار، لكن الرحلة إلى محطة السكة الحديدية تتطلب تنسيقاً دقيقاً، والتي تمتد على طول الطريق السريع. هناك وقت محدد للرحلة من الثكنة إلى المحطة. يجب أن تنطلق الرحلة قبل فترة الازدحام. في مختلف أنحاء أوروبا، عندما بنيت الجسور في العقود الأخيرة من زمن السلم، لم تؤخذ في الاعتبار إمكانية تحملها لوزن المعدات العسكرية الثقيلة. يجب أن تعبر الدبابات النهر واحدة تلو الأخرى على بعد مسافات من بعضها البعض. يتذكر كل ألماني من جيلنا في ألمانيا الغربية اللافتة الصفراء التي تقول هذا الجسر يتحمل، وأعني في كل مكان في ألمانيا الغربية كانت هذه اللافتات موجودة، لكنها غير موجودة في شرقي البلاد. كل وحدة يتم إرسالها إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا تأخذ معداتها الخاصة. هذا يزيد من كفاءة التدرب على تنفيذ المهمات ويعمق المهارات. أنا أعرف مركبتي جيداً وأعرف إذا كان فيها أي خلل، كما أن شركة هيل الموكلة بتقديم خدمات الصيانة لدباباتنا توفر قطع الغيار اللازمة. أما الدبابات التي تستخدم في ورديات أخرى فهي مخصصة لرفاق آخرين، الأمر يشبه امتلاك سيارة خاصة، فأنا أستخدم دائماً سيارتي ولا أستبدلها دون سبب بسيارة شخص آخر. يتلخص هدف الدعم المشترك والقيادة التمكينية في أولم في إنشاء منطقة عسكرية مشتركة على غرار منطقة شنغن في أوروبا. في المستقبل يريد حلف شمال الأطلسي أن يتمكن من نشر 100,000 جندي خلال 10 أيام. في الوقت الحالي نشر أقل من نصف ذلك العدد يستغرق 15 يوماً، لكن الأمر لا يتعلق بالجنود فقط. رأينا ذلك مؤخراً في حرب أوكرانيا، فالحرب البرية تستهلك كميات هائلة من الموارد. مؤيدو أوكرانيا يعانون لإنتاج ما يكفي من الذخيرة. نفدت جميع مخزونات الذخيرة الحالية لديهم واستخدموا كل شيء. وفقاً للحسابات، يتم حالياً إطلاق ما معدله 50,000 قذيفة مدفعية يومياً في الحرب الروسية الأوكرانية. لابد من إنتاج تلك الذخائر الحربية، يجب أن تكون في متناول اليد، لذا فإن الذخيرة الألمانية يجب أن تكون مناسبة للسبطانة الهولندية أيضاً، ويجب أن يتم تخزين الذخيرة في عدة مستودعات أوروبية بشكل مناسب. نأمل ألا نحتاج إليها أبداً، لكنها جزء من وجود ردع موثوق به. قيادة الدعم المشترك والقيادة التمكينية مسؤولة أيضاً عن ضمان إمدادات كافية من الذخيرة في حالة وقوع هجوم مباشر. يستخدم الفريق أول زولفرانك وفريقه الدولي عمليات المحاكاة للتدرب على هذا الاحتمال. ما حجم المعدات المتوفرة للقوات في مكان معين؟ أين توجد أوجه القصور؟ ما مقدار الوقود المطلوب؟ ما الطرق والجسور التي يمكن استخدامها للنقل؟ وأين قد يتعين على الفريق الارتجال؟ ما أكثر المواقع استراتيجية لمستودعات الأسلحة؟ هنا في مقر الدعم المشترك والقيادة التمكينية يتم تنفيذ كل سيناريو صراع يمكن تصوره، والأهم من ذلك أن كل ما تم التخطيط له هنا يجب أن يكون قابلاً للتحقيق في أي وقت. لن ينجح الردع إلا إذا كانت خططنا واستعداداتنا ذات مصداقية. بعبارة أخرى، إنها ناجحة في حالة الدفاع عن أنفسنا. وكي نفعل ما نريد جميعاً أن نفعله، وهو منع الحرب، من خلال توفير وسائل ردع جديرة بالثقة، يجب أن أكون قادراً على إدارة عملية إعادة انتشار أعداد كبيرة من الجنود في وقت السلم. لذا قبل إطلاق الطلقة الأولى يجب أن يكون واضحاً للآخرين أنهم لن ينجحوا. في البداية يسير كل شيء وفقاً للخطة بالنسبة للجنود القادمين من بافاريا في طريقهم إلى ليتوانيا. اكتملت عملية التحميل، لكن هناك تأخير غير متوقع.
لم يتحرك القطار سوى بضعة كيلومترات بسبب إضراب لدى السكك الحديدية. مرت 3 أيام ولا يزال القطار في بافاريا. يقع مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، المركز الحيوي السياسي للحلف. في حالة وقوع هجوم على إحدى الدول الأعضاء في الحلف، سيتخذ القرار هنا بشأن ما إذا كان سيتم تفعيل المادة الخامسة أم لا. المادة الخامسة هي المادة الأكثر شهرة في معاهدة واشنطن بطبيعة الحال، وفيها يعتبر أن الاعتداء المسلح على إحدى الدول اعتداء مسلحا على الجميع. يعرف الجميع المادة الخامسة، لكن لا يوجد تفعيل تلقائي للمادة الخامسة. ستكون هناك مشاورة يتعين فيها على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الموافقة على النظر رسمياً في المادة الخامسة وقبولها ووضعها موضع التنفيذ. يجب أن يتم اتخاذ قرار تفعيل الحلف بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، وفي دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة يجب أيضاً أن تتم الموافقة على العمليات العسكرية من قبل البرلمان. العام الماضي سقط صاروخ داخل بولندا وتسبب في مقتل مواطنين بولنديين. لو كان تفعيل المادة الخامسة تلقائياً لقال أحدهم: هناك صاروخ روسي يضرب بولندا، فاعل المادة الخامسة. لكن الأشخاص المشاركين في العملية ناضجون بما يكفي ليقولوا: مهلا لحظة، علينا التحقق مما حدث. في البداية كانت تلك الفكرة، وهي أن المادة الخامسة ستجبر الحلفاء الآخرين على القتال للدفاع عن أحد الحلفاء. كانت عبارة عن أمل للبريطانيين والفرنسيين والكنديين. هذا ما أرادوا تحقيقه عبر المادة الخامسة، لكن أمريكا لم تكن تريد ذلك لأنه سلب سلطة إعلان الحرب من الكونغرس. المشكلة هي أنه كلما ازداد عدد الدول ازدادت المصالح الفردية، وإذا لم توافق دولة واحدة فقط فلا يمكن أن تدخل المادة الخامسة حيز التنفيذ. لدينا 3,200,000 جندي ينتظرون الأوامر، لذا فكلمة لا وحدها غير كافية في حالة الحرب أو الأزمة أو إذا تعرضت إحدى الدول للهجوم. يمكن للدول الأخرى الرفض، ولكن ستكون هناك دولة لا زالت تتعرض للهجوم، لذا نحن بحاجة إلى حل. إذا رفضت إحدى الدول الموافقة على تنفيذ المادة الخامسة، فيجب أن يكون لدى تلك الدولة موافقة بديلة. يسمح حلف شمال الأطلسي بما يسمى بالامتناع البناء عن التصويت، وهذا يعني أنه يمكن اللجوء إلى الحلف حتى لو لم يوافق الجميع، لكن التصويت بلا سيكون مشكلة. في حالة تعرض إحدى الدول للهجوم، إذا قالت دولة معينة: نحن لا نؤيد المادة الخامسة، فلا يزال بإمكان الدول الأخرى التصرف بطريقة جماعية، لكنها لن تكون تحت بنية حلف شمال الأطلسي، لذا سيشكل ذلك مشكلة. ومع ذلك فإن الأفكار الأساسية التي يقوم عليها حلف شمال الأطلسي تتلخص في الاتحاد والتضامن. في 50ياتي و60ياتي القرن الماضي كانت هناك جهود حقيقية تبذل لمحاولة ربط شعوب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ببعضهم البعض. التبادلات الثقافية والجولات الدراسية والجمعيات المهنية كانت تعتبر مهمة جداً في بناء ذلك التضامن داخل الحلف، لذا أمضى الكثير من المسؤولين الأمريكيين وقتاً طويلاً في التفكير في كيفية بناء تلك العلاقات، ليس فقط بين القادة ولكن بين الناس في تلك الحقبة. غالباً ما كانت تبدأ تبادلات كهذه بالعادات النموذجية لبلد معين: حليب وزبدة وجبن وبيض. يصنع الجبن بواسطة تركيبات ومهارات خاصة تتوارثها أجيال من صانعي الجبن الفلاحين الذين ينتجون الأجبان الشهية مثل بونت لافيك وكومنبير المشهورة في جميع أنحاء العالم. المواد الأرشيفية كهذه تظهر السنوات الأولى لحلف شمال الأطلسي، أفلام تعليمية من عالم ما قبل العولمة أنتجها المكتب الصحفي الخاص بالمنظمة. لم يكن تركيز الحلف على الأسلحة أو المناورات العسكرية، بل كان يركز على تقديم الدول الأعضاء من خلال تقاليدها وثقافتها. هذه الأفلام لم تكن موجهة لعامة الناس، بل كانت تعرض للجنود قبل أن يتمركزوا في دولة مختلفة كجزء من التدريب السابق للنشر، لتساعدهم على معرفة عقلية شعب تلك الدولة وما ينتظرهم.
هذا مدهش بصراحة، فقد كان هناك ضباط ألمان من هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي ممن قاتلوا ضد الأمريكيين والبريطانيين في الحرب العالمية الثانية، لذا فقد قاتل هؤلاء الرجال جنباً إلى جنب في بعض الحالات، وقاتلوا ضد بعضهم البعض أيضاً، ثم عملوا على بناء هذا التحالف معاً خلال الحرب الباردة. قواعد حلف شمال الأطلسي موجودة بالفعل في جمهورية ألمانيا الاتحادية وفي إحداها، وهي مدرسة دولية للطيارين، يعمل ويتدرب رجال من المملكة المتحدة ومن ألمانيا الغربية والولايات المتحدة وطيارون من فرنسا وإيطاليا. في عام 1955 بعد انتهاء الحرب العالمية بعشر سنوات، تم ضم جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى حلف شمال الأطلسي، لكن رغم هذا الاتحاد إلا أن خوفها من أن تتخلى عنها إحدى الدول الحلفاء في حلف شمال الأطلسي هو خوف قديم قدم الحلف نفسه. فكرة قيام بعض الدول الحليفة بالتفرج وعدم فعل شيء خلال الحرب كانت دائماً في ذهن القادة طوال فترة الحرب الباردة. هل ستدافع الولايات المتحدة عن أوروبا الغربية إذا رد الاتحاد السوفيتي بإطلاق صواريخ نووية على الولايات المتحدة؟ لذا تحقيق هذه المعادلة المتوازنة ازداد صعوبة منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن. في نفس العام الذي انضمت فيه ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي، طلب المستشار كونراد أديناور من المسؤولين وجهة نظر قانونية. أراد أن يعرف مدى إلزام المادة الخامسة. كان تقييم المحامين أن مسألة ما إذا كان الهجوم قد وقع ومسألة طبيعة وحجم المساعدة التي سيتم تقديمها من اختصاص الولايات المتحدة، هذا من شأنه أن يشير إلى أن أي دولة حرة في تقرير ما إذا كانت ستقف إلى جانب حليفتها أم لا. عندما يقرأ شخص ما المادة الخامسة قد يعتقد أنه إذا تم الهجوم على إحدى دول الناتو ستجتمع كافة الدول الأخرى وتوجه صفعة للمعتدي، لكن بعد قراءة المادة بتمعن يتضح أنه في حال وقوع هجوم على إحدى دول الحلف تتعهد بقية الدول باعتبار ذلك هجوماً عليها أيضاً. لا يوجد أي ذكر لإرسال دبابات أو طائرات، أي أنه يمكن لي كدولة أن أقول أرى هذا بمثابة هجوم ضدي أيضاً دون أن أقوم بأي رد فعل. لم يرغب المستشار كونراد أديناور في الاعتماد على المادة الخامسة، اختار نوعاً مختلفاً من الضمانات، وهو تمركز جنود أمريكيين على أراضي ألمانيا الغربية. بالنسبة له، كان ذلك هو الضمان الحقيقي. أحد الأسباب وراء أهمية وجود قوات أمريكية وبريطانية وكندية على أراضي أوروبا هو أنها كانت بمثابة أداة تشغيل للمادة الخامسة أو للحلفاء الآخرين لمساعدة الأوروبيين أو ألمانيا بشكل خاص في حال تعرضت الجمهورية الاتحادية للهجوم. كانت تلك إشارة سياسية مهمة للغاية، لأنه لن يسمح أي زعيم سياسي أمريكي لبعض القوات الأمريكية بالتورط في حرب أو صراع صغير من دون انضمام القوات الأمريكية بالكامل لتلك المعركة. هذه مدينة روكلا في ليتوانيا، يتمركز هنا جنود من دول مختلفة منذ عام 2017، وهم جزء من المجموعات القتالية متعددة الجنسية التابعة لحلف شمال الأطلسي. بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، تم إنشاء هذه الوحدة الصغيرة المتنقلة تحت القيادة الدائمة لحلف شمال الأطلسي، وهي تتمركز على طول الحدود الشرقية للحلف في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. تبلغ قوة كل مجموعة قتالية 1000 إلى 2000 جندي. ازداد عدد هذه المجموعات القتالية منذ الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا في عام 2022 في سلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا. تتولى ألمانيا المسؤولية عن مجموعة قتالية في ليتوانيا بالقرب من ممر سوفالكي، وهي منطقة تمتد لمسافة 100 كيلومتر من الحدود الليتوانية البولندية بين جيبي كالينينغراد الروسي وبيلاروسيا. يعتقد حلف شمال الأطلسي أن هذا هو المكان الذي سيكون فيه الهجوم الروسي أكثر احتمالاً. الكولونيل كلاوس بيتربرغر يتولى حالياً قيادة الوحدة الألمانية المتمركزة هنا في ليتوانيا. من وجهة نظر موضوعية، القوات الروسية والبيلاروسية لم تعد موجودة هنا بالقوة التي شهدناها قبل الحرب في أوكرانيا. تم سحب الكثير من القوات
ونشرها في أوكرانيا. لذا ودون تحيز يمكننا أن نقول إننا لا نواجه حالياً أي تهديد حقيقي. وصل الآن الجنود الألمان من ثكنة بافاريا بالطائرة، لكن لا يوجد حتى الآن أي أثر لدباباتهم. في المساء يقام عرض وتبادل للأعلام مما يرمز إلى تغيير الجنود، بينما يعود البعض إلى ديارهم بعد 6 أشهر من التمركز، يترك الآخرون أمام مهمة بالغة الأهمية، وهي الإثبات بكل وضوح أن حلف شمال الأطلسي لن يتخلى عن ليتوانيا في حالة نشوب صراع مسلح. إذا تعرضت ليتوانيا للهجوم، فهذا يعني أن ليتوانيا ليست وحدها المستهدفة، إنما جنودنا الذين يعملون هناك. ربما لا ينظر الناس على أن الدولة المستهدفة هي هولندا أو ألمانيا مثلاً، لكن جنودنا الذين يعملون هناك هم من سيتعرضون للهجوم. هذا نفس المبدأ الذي استند إليه كونراد أديناور، المتمثل في أن الأمن ليس مضموناً بموجب المادة 5 الشهيرة، بل بموجب التركيبة الدولية للوجود العسكري. القوات المسلحة الألمانية موجودة ومستعدة للقتال، وفي الوقت نفسه يظهر الجنود للشعب الليتواني أنهم هنا إلى جانبهم ولن يتخلوا عنهم. لا يمكننا أن ننسى أن الأمريكيين لم يكونوا وحدهم من ضمنوا أمننا خلال الحرب الباردة، بل عاد الفضل في ذلك إلى العديد من الدول الحليفة. يمكنك القول إننا نرد الآن هذا الجميل. نحن نرد ما قدم لنا في الماضي من حيث الأمن والحماية. نحن هنا لنضمن حصول رفاقنا في ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى على الدعم في حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. السياسة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي لا تحظى بالشعبية في كثير من الأحيان. قبل الحرب في أوكرانيا كانت نسبة التأييد لحلف شمال الأطلسي في المملكة المتحدة تبلغ 59%، وفي ألمانيا بلغت النسبة 54%، في حين لم تتجاوز سوى 39% في فرنسا. وكانت نتائج الاستفتاء المتعلقة بالمادة 5 والالتزام بالدفاع عن الحلفاء أسوأ بكثير. قبل الحرب في أوكرانيا أيد 32% فقط من الفرنسيين تقديم دعم عسكري لرومانيا العضوة في حلف شمال الأطلسي في حال تعرضها لهجوم روسي، وأعلن 14% فقط من الألمان عن نيتهم للوقوف إلى جانب تركيا العضوة في حلف شمال الأطلسي في حال تعرضها لهجوم روسي. لكن الدعم لحلف شمال الأطلسي كان متقلباً على الدوام حتى أثناء الحرب الباردة. ففي ألمانيا الغربية على سبيل المثال شهدت الثمانينيات حركة سلام كبيرة دفعت دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إلى التساؤل عن مدى موثوقية الألمان بصفتهم حلفاء. القادة الذين أسسوا حلف شمال الأطلسي عبروا كثيراً خلف الأبواب المغلقة عن مخاوفهم من الدور الذي ستتولاه ألمانيا في العالم. هناك واحد من مسارين اثنين. في بداية الحرب الباردة كان هناك خوف من محاولة ألمانيا ترسيخ نفسها كقوة مستقلة وقوية في أوروبا، ما يعني العودة إلى النصف الأول من القرن العشرين. هذه كانت مخاوف الكثيرين في الخمسينيات والستينيات. ثم حدثت نقلة بعد الستينيات وأصبح هناك قلق من احتمالية فقدان ألمانيا لرغبتها في أن تكون قوية. ففي هذه الفترة شهدت ألمانيا مظاهرات كبرى معارضة للأسلحة النووية ولحلف شمال الأطلسي ووجود القوات الأمريكية في ألمانيا. وهذا الرأي لا يزال موجوداً لدى بعض السكان حتى اليوم. أعتقد أن مجموعة كبيرة من الناس في ألمانيا يعيشون بسعادة بالغة في منطقة مريحة فكرياً وسياسياً واقتصادياً، وشعارهم هو أياً كان ما تفعله روسيا في سوريا أو جورجيا أو أوكرانيا فهو ليس بالأمر اللطيف، لكن لا علاقة له بنا. غياب التضامن وعدم وجود رؤية مشتركة. في عام 2019 في الذكرى 70 لتأسيس الحلف وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي بأنه ميت دماغياً.
مشكلة فرنسا مع حلف شمال الأطلسي هي أنها ترغب دائماً في المزيد من الحلف. كان لابد أن تفهم تعليقات ماكرون بهذه الطريقة، لطالما كانت فرنسا إحدى الحلفاء المطالبين بأن يفعل الجميع المزيد. انتقد ماكرون ما اعتبره غياباً تاماً لاستراتيجية مشتركة داخل حلف شمال الأطلسي. كان لدى ألمانيا موقف يتسم بضيق الأفق تجاه أي شيء ينطوي على صراع لفترة طويلة. كان هذا بمثابة نداء استيقاظ لماكرون. لا يتعلق الأمر بحجم الأموال أو عدد الجنود فحسب، بل أيضاً بالسؤال هل يمكن تخيل اندلاع حرب؟ لأنه إذا لم نتهيأ فسوف نكون عاجزين إذا اندلعت حرب بالفعل. بعد يومين من الموعد المخطط له، وصلت الدبابات إلى ليتوانيا، لكن قبل أن تصل إلى الثكنة أخيراً كان عليها تخطي عقبة أخرى، إذ يجب إعادة تحميل الدبابة في قطار آخر على بعد بضعة كيلومترات من وجهتها. لكن السكك في الشرق لها أحجام مختلفة ليست متوافقة مع تلك الموجودة في الغرب. في حالة الدفاع كانت القطارات ستصل إلى هنا في الوقت المحدد ولم يكن تنفيذ الإضراب ممكناً، وإلا لكانت شركة سكك الحديد الألمانية أوصلت الدبابات إلى هنا في الوقت المقرر. لن تتجه الدبابات إلى حيث ستتمركز للأشهر الستة المقبلة إلا في صباح اليوم التالي، وستسير آخر كيلومترات لها على طول الطرق الريفية. سيتم بناء رياض أطفال ومدارس ومحلات سوبر ماركت ألمانية في المنطقة قريباً، ذلك لأن لواءً ألمانياً جديداً سوف يتمركز بشكل دائم في ليتوانيا اعتباراً من عام 2027. سيعيش هنا 5000 جندي وأسرهم. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي لمنع روسيا من مهاجمة دول سوفيتية سابقة أخرى بعد أوكرانيا، الأمر الذي يعد مصدر قلق خاصاً في دول البلطيق، فخلافاً لما حدث في أوكرانيا سيشكل هذا هجوماً مباشراً على أراضي حلف شمال الأطلسي. هناك أيضاً صراعات دائرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على الصعيد الإلكتروني. في عام 2023 كشفت ملفات فولكان المسربة عن وجود مراكز قرصنة تعمل لصالح الحكومة الروسية. الوثائق المسربة أظهرت كيف كانت موسكو تحاول استخدام الإنترنت لزعزعة استقرار الغرب. يمكن الاطلاع على رد فعل حلف شمال الأطلسي على هذا التهديد الجديد في العاصمة الإستونية تالين القريبة من الحدود الروسية، حيث يقع مركز التميز للدفاع السبراني التعاوني التابع للناتو. أقر حلف شمال الأطلسي بشكل عام بأهمية وخطورة الهجمات السبرانية، وأعلن في عام 2021 أنه في بعض الحالات يمكن أن تؤدي الهجمات السبرانية التراكمية ضد دول حلف شمال الأطلسي إلى تفعيل المادة الخامسة للناتو، والتي تعني الدفاع المشترك، وقد لا يقتصر الرد على الفضاء السبراني فقط. يجتمع هنا بانتظام أفضل المتخصصين في مجال الإنترنت في الحلف للتدرب على حالات الطوارئ. تتضمن محاكاة الدروع المقفلة سنوية الدفاع عن دولة وهمية من هجوم إلكتروني. يمكن أن يطلق عليها بطولة العالم أو أولمبياد المدافعين الإلكترونيين السنوي. الغرض منها هو الحصول على بيئة متعددة الجنسيات، حيث يتم استخدام بيئة المحاكاة الأكثر تعقيداً وتقدماً كما في حالة حقيقية عندما تتعرض دولة ما لهجوم إلكتروني. في ديسمبر عام 2023 أجريت محاكاة سنوية بعنوان السيوف المتقاطعة، هدفها الرد على التهديد بهجوم مضاد. تعين على المشاركين أن يشلوا محطة لتوليد الكهرباء ويخترقوا كاميرات المراقبة ويغلقوا شبكة سكة حديد. منحت نقاط لكل خادم تم اختراقه، وفي النهاية
تحدد الفائز. شارك خبراء أوكرانيون في المحاكاة أيضاً. وفي تلك الأثناء وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن 1000 كيلومتر إلى الجنوب، قام قراصنة روس بإغلاق شبكة الهاتف الأوكرانية لعدة أيام. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تحررت دول أوروبا الشرقية المعسكر الشرقي وانضمت تدريجياً إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. في عام 1999 انضمت بولندا وجمهورية التشيك والمجر إلى الحلف، وبعد 5 سنوات تبعتها إستونيا ولاتفيا ولتوانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. انضمت ألبانيا وكرواتيا إلى الحلف في عام 2009، وفي عام 2017 الجبل الأسود، وفي عام 2020 أصبحت مقدونيا الشمالية آخر دولة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي قبل حرب روسيا على أوكرانيا. هناك العديد من الدول السوفيتية السابقة مثل إستونيا ولاتفيا ولتوانيا أو دول أعضاء سابقة في حلف وارسو مثل بولندا. لماذا سعت تلك الدول للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أسرع وقت ممكن؟ ولماذا تريد أوكرانيا الانضمام إلى الحلف الآن؟ لأنهم يعرفون ما يعنيه الأمر أن يكونوا تحت سيطرة روسيا. بعض الناس يقولون إنه بتوسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي باتجاه روسيا، فإن الحلف يرتكب شكلاً من أشكال العدوان وبالتالي يهدد روسيا. كنت مسؤولاً في إدارة جورج بوش لاب، وعندما انهار حلف وارسو وتبعه تفكك الاتحاد السوفيتي، بدأت دول أوروبية من وسط وشرق أوروبا بالسعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهي دول كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت تريد التحرر والبقاء مع دول ذات أفكار وميول مشتركة مع الغرب. لم نقم بأي عملية تجنيد لإضافتها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي. جميع الدول التي انضمت له قامت بذلك بمجهودها الشخصي. بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن توسع حلف شمال الأطلسي في المنطقة الشرقية يعتبر تهديداً وانتهاكاً لوعود مزعومة. وجهة نظر بوتين، هذا الانتهاك للثقة كان مبرراً لمهاجمة روسيا لدولة أخرى. قال ذلك علانية في خطاب لشعبه قبل غزو قواته الروسية لأوكرانيا ب3 أيام. أوضحت كييف منذ فترة طويلة مسارها الاستراتيجي نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. لكل دولة الحق في اختيار نظامها الأمني والدخول في تحالفات عسكرية، لكن هذا الخيار لا ينبغي أن يشكل تهديداً للدول الأخرى. وانضمام أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي يشكل تهديداً مباشراً لأمن روسيا. تريد منا أوكرانيا أن نصدق كلامها بأن ما تفعله لا يفرض أي تهديدات على روسيا، لكننا نعرف الثمن الحقيقي لكلام كهذا. في عام 1990 عندما كانت تتم مناقشة مسألة توحيد ألمانيا، قطعت الولايات المتحدة وعداً للقيادة السوفيتية بأن سلطة حلف شمال الأطلسي أو حضوره العسكري لن يمتد ولو لشبر واحد نحو الشرق، وأن توحيد ألمانيا لن يؤدي إلى توسع حلف شمال الأطلسي في المنطقة الشرقية. وأنا أقتبس هذا من كلامهم. ولا شبراً واحداً نحو الشرق، هذا الوعد الذي تردد كثيراً والذي كان حلف شمال الأطلسي قد قطعه لروسيا. إذن هل غدر الغرب بروسيا؟ المؤرخة ماري إي ساروتي أمضت معظم حياتها الأكاديمية بالتركيز على هذا السؤال المحدد. أجرت أكثر من 100 مقابلة ودققت عدداً لا يحصى من النصوص والرسائل والوثائق، وفي النهاية توصلت إلى إجابة واضحة. إن أكثر ما آمل حدوثه هو أن يضع الروس أسلحتهم أرضاً ويعودوا إلى ديارهم، لكن هذا بعيد المنال. لكن إلى حد ما يحاول بوتين استخدام التاريخ كسلاح لتبرير ما يفعله. أنا مؤرخة، ولكن بطريقة الخاصة والمتواضعة ربما أستطيع نزع هذا السلاح منه من خلال إظهار السرد الحقيقي لما حدث بطريقة جادة وقابلة للاستنساخ وبحثية. بدأت القصة بعد سقوط جدار برلين مباشرة، عندما كانت ألمانيا على شفاء إعادة التوحيد. لكن كانت هناك مشكلة، فألمانيا استسلمت دون شروط بعد الحرب العالمية الثانية. إذن القوى المنتصرة الأربع، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، كانت لا تزال تمتلك حقوقاً قانونية مسلماً بها على ألمانيا المنقسمة وعلى برلين المنقسمة على وجه التحديد. وكي تتحد ألمانيا، تعين على تلك البلدان التخلي عن قواها ونفوذها. تساءلت القوى الغربية الثلاث المنتصرة
عما قد يريده ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي مقابل السماح بإعادة توحيد ألمانيا. وزير خارجية ألمانيا الغربية السابق هانز ديتريتش جينشر كان على يقين من أن غورباتشوف سوف يرغب في الحصول على تأكيد بأن بولندا والمجر لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. اعتبر جينشر ذلك معقولاً وكان على قناعة أن الحلفاء الغربيين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية يجب أن يعرضوا ذلك على غورباتشوف. قدم جينشر الفكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر والذي رأى أنها سديدة. في 9 فبراير عام 1990 زار بيكر غورباتشوف في الكرملين وقال له ما يلي: ما رأيك بالتخلي عن دورك في ألمانيا مقابل ألا يتوسع حلف شمال الأطلسي بوصة واحدة نحو الشرق؟ بعد هذا اللقاء عاد جيمس بيكر إلى الولايات المتحدة ليبلغ رئيسه وصديقه الرئيس جورج بوش الأب، لكن بوش لم يكن متحمساً لهذا المقترح. قال بوش لبيكر: لقد خيبت أملي فيك يا جيم، ليس علينا المفاوضة بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي، فالحلف فاز للتو بالحرب الباردة، إنه يبلي حسناً، لذا لن نفعل ذلك، وعليك توضيح ذلك. أحد اكتشافاتي الأكثر إثارة للاهتمام كان رسالة كتبها جيمس بيكر آنذاك لوزير خارجية ألمانيا الغربية يقول فيها: أعتذر، لم يكن يجدر بي قول ذلك، لقد سببت ارتباكاً، علينا التوقف عن التحدث عن هذا. وبعد ذلك اختفى هذا العرض من موقف أمريكا بالمفاوضات. بعد أسبوعين من ذلك دعا الرئيس بوش الأب المستشار الألماني هيلموت كول وزوجته إلى منتجع كامب ديفيد مقر الإقامة الريفي للرئيس الأمريكي. قال بوش لكول نفس الكلام الذي قاله لجيمس بيكر، قال له إنهم لن يتفاوضوا بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي، وقال له أيضاً بالحرف الواحد: إلى الجحيم بذلك. فرد عليه كول قائلاً: حسناً، لكن غورباتشوف سيطلب شيئاً لقاء أوراق المساومة التي بحوزته. ثم فكر كول في الأمر وقال: ربما سيطلب المال. فرد بوش: لديك الكثير منه. وزير الدفاع اللاحق بوب غيتس الذي كان يدون الملاحظات بالأساس في هذا الوقت كتب في مذكراته ما يلي: في تلك اللحظة اتضحت الاستراتيجية، كنا ننوي رشوة السوفييت بالمال وليس بوعود متعلقة بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي. دامت مفاوضات 4+2 معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا حتى 12 سبتمبر عام 1990، حينها لم يقف شيء في طريق إعادة توحيد ألمانيا، وعبارة ولا حتى شبر واحد نحو الشرق لم تكن ضمن أي معاهدة. إنه يوم عاطفي لنا نحن الألمان، نريد أن يساهم توحيد الشعب الألماني في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا. لم تكن تلك فعالية للهوى، هؤلاء كانوا محترفين في التفاوض، كان هذا فريق النخبة كما نطلق عليه في أمريكا. في النهاية ما كان في العقد يسمح بشكل صريح لحلف شمال الأطلسي بالتوسع عبر خط المواجهة السابق للحرب الباردة، وهذا في اعتقادي هو الأهم. لم يكتفي الاتحاد السوفيتي بالتوقيع على هذا الاتفاق ولم يصدق عليه فحسب، بل قام أيضا بصرف الأموال المرتبطة به من مليارات الماركات الألمانية، وهو أمر لا يذكره بوتين. إنما يفعله بوتين هو أنه يذكر المرحلة الأولى من المفاوضات حيث كان ذلك ممكناً، لكنه في النهاية يتجاهل ما حدث بعد ذلك بالفعل. بعد بضعة أشهر انهار الاتحاد السوفيتي وحل حلف وارسو بشكل رسمي، وأنزل العلم السوفيتي الذي كان يرفرف فوق الكرملين. انتصر حلف شمال الأطلسي والغرب. حينها برز سؤال مفاجئ: ما الخطوة التالية لحلف شمال الأطلسي؟ هناك عدة أسباب للإبقاء على حلف شمال الأطلسي. أحدها هي فكرة أن الحقائق الجيوسياسية لم تتبخر لمجرد انتهاء الحرب الباردة، ولم يكن هناك ما يضمن أن الاتحاد السوفيتي أو روسيا اللاحقة ستكون دولة مسالمة.
بعد عام 1990 برزت فكرة مكاسب السلام، حيث قامت جميع الدول في أوروبا سواء في الغرب أو في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى بالتقليل من أسلحتها. فإذا كانت لدى كل دولة أسلحة أقل، فإن ذلك إشارة إلى أن لا أحد يريد الصراع. لعدة سنوات على الأقل أثبتت الفكرة نجاعتها وتحسنت العلاقة بين روسيا والغرب. وفي عام 1997 وقع الرئيس الروسي بوريس يلتسن وقادة دول حلف شمال الأطلسي اتفاقية تعاون تسمى الاتفاق التأسيسي للعلاقات المتبادلة بين الناتو وروسيا. الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إيشنجر كان حاضراً في المفاوضات. في النصف الأول من التسعينيات لم تكن العلاقة تصادمية أو معادية بأي حال من الأحوال. كانت موسكو في حاجة إلى التعاون مع الغرب. تم قبول روسيا في وقت لاحق ضمن مجموعة السبع، لذلك أصبحنا فجأة مجموعة الثماني. الاتفاق التأسيسي للعلاقات المتبادلة بين الناتو وروسيا ينص حرفياً على ما يلي: لا يعتبر كل من الناتو وروسيا الطرف الآخر خصماً له. تهدف هذه الاتفاقية لخلق بيئة في أوروبا يشعر فيها الجميع بالراحة، وروسيا أيضاً. قدم الغرب تنازلات لروسيا ضمن الاتفاق التأسيسي. اتفقنا على عدم نشر أي أسلحة نووية على أراضي الدول الأعضاء الشرقية التي ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي مستقبلاً من دون شروط أو تحفظات. كما قبلنا أن نشر قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في تلك الدول لن يسمح به إلا بطريقة محدودة للغاية. حلف شمال الأطلسي احترم تلك الاتفاقية، كما يقول أندري كورتونوف المدير الأكاديمي للمجلس الروسي للشؤون الدولية في موسكو. أعترف أنه بين عامي 2014 و2022 أظهر حلف شمال الأطلسي بعض ضبط النفس في نشر قوات جديدة وأسلحة ثقيلة على جانبه الشرقي. يبدو أن هذا قد تم لتجنب أي اتهام بانتهاك أحكام الاتفاق التأسيسي لحلف شمال الأطلسي وروسيا، إذ لا يسمح الاتفاق للأطراف بتمركز ترسانات كبيرة من الأسلحة على طول الحدود الروسية. من ناحية أخرى، تقوم روسيا ببعض الأمور المختلفة للغاية. علينا أن نفترض أن هناك أنظمة صاروخية قادرة على حمل الرؤوس النووية في كالينينغراد، وهو ما لن يعطينا الكثير من التحذيرات ونحن جالسون هنا في برلين. ثمة أمور تحدث هناك لا دخل لنا في أي منها، ولم نتدخل في هذه المنطقة. كل شيء كان موجوداً قبل إعادة التوحيد، أي خلال الحرب الباردة. عندما تولى بوتين السلطة في العام 1999، كانت العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سلمية. يبدو أن العدو القديم أصبح صديقاً. في هذه الأثناء ظهر عدو جديد وهو الإرهاب. حتى يومنا هذا لم يتم تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف إلا مرة واحدة في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 من سبتمبر عام 2001. اليوم تعرض مواطنونا وأسلوب حياتنا وحريتنا للهجوم في سلسلة من الأعمال الإرهابية المتعمدة والقاتلة. صور الطائرات وهي تصطدم بالمباني والحرائق المشتعلة وانهيار المباني الضخمة كانت صادمة بالنسبة لنا. في ذلك الوقت كانت ستيفاني بابتس مستشارة أمنية لحلف شمال الأطلسي في مقره الرئيسي الكائن في بروكسل، وقد شهدت التطورات بشكل مباشر. في ذلك الوقت أثناء الهجمات وبعدها أيضاً شعرنا بأن علينا أن نتوقع المزيد من الهجمات، ولم نكن نعرف أين قد تقع. أتذكر جيداً مدى القلق الذي شعرنا به كموظفين في المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي. اعتقدنا أننا سنستهدف أيضاً. في غضون فترة قصيرة جداً تم عقد اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي.
بدأ السفير الأمريكي بشرح الأحداث التي وقعت أمام أعين الجميع. حاول أن يوضح كيف فهمت الحكومة الأمر في الساعات القليلة التي أعقبت الهجوم، والمعلومات الاستخبارية التي كانت لديهم. بعد ذلك قال الأمين العام جورج روبرتسون إن هناك إجماعاً بين الحلفاء، إنجاز التعبير، وإننا نقف متضامنين مع الولايات المتحدة، البلد المتضرر. وكان ذلك يحدث بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن. اتفق المجلس على أنه إذا تقرر أن هذا الهجوم كان موجهاً من الخارج ضد الولايات المتحدة، فإنه سيعتبر إجراءً مشمولاً بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن. في هذا الصدد، كانت هناك مجازفة كبيرة بالاستناد إلى المادة الخامسة، لأنه لم يكن أحد يعرف كيف سيكون الوضع بعد أسبوع، وما إذا كان الأمريكيون سيطالبون فجأة بدعم عسكري فوري من حلفائهم. لم يكن من الممكن أن يعرف أحد ذلك بعد 48 ساعة من الهجمات. رداً على الهجمات، أعلن جورج بوش الابن الحرب على الإرهاب في عام 2001، وشهدت الحرب اللاحقة في أفغانستان مشاركة 70 دولة بما فيها جميع دول حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى روسيا. وبعد الهجمات بأيام قليلة ألقى بوتين كلمة في البرلمان الألماني. بعد أحداث 11 سبتمبر كان بوتين من أوائل الذين عبروا عن تعازيهم واستعدادهم للمساعدة. كانت العلاقات لا تزال مستقرة في ذلك الوقت. سيداتي وسادتي، إذا كنا سنتحدث عن الأمن فعلينا أولاً أن نكون واضحين بشأن هوية من سنحمي أنفسنا منهم والطريقة لذلك. في هذا السياق لا يسعني إلا أن أذكر الكارثة التي حلت بالولايات المتحدة في 11 سبتمبر. الناس في جميع أنحاء العالم يتساءلون كيف حدث ذلك ومن هو الفاعل. أعتقد أن اللوم يقع علينا نحن كسياسيين. نحن نواصل العيش ضمن نظام القيم القديم ونتحدث عن الشراكة، لكن في الحقيقة لم نتعلم بعد الوثوق ببعضنا البعض. قدم بوتين الدعم لحلف شمال الأطلسي في القتال ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان. كانت بعض الخدمات اللوجستية لحلف شمال الأطلسي تمر عبر روسيا. في ذلك الوقت كان بوتين يفكر حتى في احتمال انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وقد استفادت كل من روسيا ودول حلف شمال الأطلسي من هذا التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. كان هناك تعاون ممتاز بين الغرب وروسيا، لا سيما في بداية الألفية الثانية. أفضل مثال على ذلك هو تسهيلات النقل التي وفرتها روسيا لحلف شمال الأطلسي خلال الحرب في أفغانستان. استمر العمل عبر ما يسمى بممر النقل الشمالي بشكل ممتاز لعدة سنوات وأثبت فعاليته. منذ عام 2002 فصاعداً كان ممثلو روسيا وحلف شمال الأطلسي يجتمعون بشكل منتظم في مجلس الشراكة الروسية الأطلسية، وكان المزاج العام بين القادة يتخلله المرح والتفاؤل. أود أن أقترح أن تعاد تسمية المقر ليصبح منزل السوفيت، ربما يكون ذلك الاسم مناسباً أكثر. بدأت الأمور تتدهور مع القرار الأمريكي بالتدخل في العراق، إن لم يكن قبل ذلك بكثير، لأن موسكو شعرت بأن هناك خطاً أحمر قد تم تجاوزه. إذا كان الأمريكيون سيبدأون حرباً من هذا النوع بآلاف الدبابات والجنود،
وكما تبين بناء على معلومات خاطئة، فأين ستنتهي الحرب إذن؟ كانت تلك بداية انتهاء العلاقات الجيدة بين روسيا والغرب. صوتت روسيا كما الصين وفرنسا ضد اجتياح العراق في مجلس الأمن الدولي. غزت الولايات المتحدة العراق على أي حال من دون تفويض من الأمم المتحدة. في عام 2007 بعد 4 سنوات من دخول الولايات المتحدة العراق مع تحالف الراغبين، تحدث بوتين في مؤتمر ميونخ الأمني، وبدلاً من التحدث باللغة الألمانية أو الإنجليزية استخدم اللغة الروسية في خطابه، واستغل الفرصة لمحاسبة الولايات المتحدة وحلفائها على سياساتهم. إن شكل المؤتمر يشجعني على استخدام اللغة الدبلوماسية الجوفاء دون العبارات اللطيفة المعتادة ولكن الفارغة. في الغرب كان ينظر في كثير من الأحيان إلى حقيقة الحفاظ على الاتصال بين موسكو وبروكسل على أنه كرم من حلف شمال الأطلسي تجاه روسيا، وكان ينظر إلى المجلس على وجه الحصر تقريباً باعتباره آلية لتبادل المعلومات، لكنه لم يكن له أي وظائف جادة في اتخاذ القرار، وبطبيعة الحال كان لابد أن يتصادم هذان النهجان عاجلاً أم آجلاً. نحن نشهد على نحو متزايد ازدراء المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الفردية، وفي الحقيقة النظام القانوني برمته لدولة واحدة. لقد تجاوزت الولايات المتحدة على وجه الخصوص حدودها السياسية على كافة الجبهات تقريبا، في السياسة الاقتصادية والمجال الإنساني وغيرها الكثير، وهذا يتم فرضه على دول أخرى. هل سيعجب هذا أحدا؟ ربما كان رد فعلنا هنا خاطئاً أيضاً، فقد افترضنا أنه كان بحاجة إلى التنفيس عن بعض التوتر ثم يعود إلى العمل كالمعتاد في صباح اليوم التالي، لكننا أخطأنا في الحكم على ذلك. اكتشفنا ذلك في عام 2008 على أبعد تقدير، عندما ردت روسيا على الانتفاضات الجورجية بقوة عسكرية ضخمة، وبعد ذلك تدهورت الأوضاع بالفعل. في عام 2014 احتلت القوة الروسية منطقة القرم الأوكرانية، وتلقى المتمردون الموالون لروسيا في شرق البلاد الدعم بإمدادات الأسلحة والخدمات اللوجستية وقوات غير نظامية. كانت الرواية الرسمية أن موسكو تسعى لحماية اللغة والثقافة الروسية، لكن في الواقع كان الأمر يتعلق أيضاً بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذ لا يسمح لأي دولة في حالة صراع بالانضمام إلى الحلف. وبعدها في عام 2022 هاجمت روسيا أوكرانيا بأكملها. قبل ذلك بأسبوع واحد أعلن وزير الخارجية الروسي أن مجلس الشراكة الروسية الأطلسية قد تم حله. تريد روسيا العودة إلى حدود 1997. في ديسمبر 2021 أرسلت إلى الناتو مسودة معاهدة تقتضي ذلك، وهذا يعني أن جميع الدول الأعضاء التي أصبحت منذ عام 1997 عضواً في حلف شمال الأطلسي ستصبح عضواً من الدرجة الثانية، وهذا أمر غير مقبول بالطبع. يريد بوتين القليل من حلف شمال الأطلسي، لكن بدلاً من ذلك يحصل على الكثير منه. انضمت فنلندا إلى الحلف في عام 2023، وتقدمت السويد بطلب للعضوية في عام 2022، لكنها لم تقبل في البداية. حجب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلب السويد لمدة 20 شهراً، وقد عارضته المجر لفترة أطول أيضاً. يتمتع جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي بحق النقد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالدول الأعضاء الجديدة.
استعدت السويد للانضمام إلى الحلف لأكثر من سنة. كان قرارهم في غاية الأهمية وتاريخياً في الحقيقة، وتعين عليهم الحصول على موافقة البرلمان. كان عملاً سياسياً صعباً بالنسبة لهم. وصل الأمر بالسويد إلى استعطاف الحلف لقبول انضمامها، لكن الموافقة كانت تعتمد على شخصين اثنين، وهما رئيس الوزراء المجري أوربان ورئيس التركي إردوغان. كان السبب لاعتراض إردوغان هو أن السويد لا تفعل ما ينبغي داخل حدودها ضد الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. كان مديري السابق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينز شتولتنبرغ يقوم بزيارات متكررة إلى أنقرة بهدف إقناع السيد إردوغان وتوسيع الحلف ليشمل فنلندا والسويد. لقد عملنا على أساس المناشدات والإقناع، وإلى حد ما أيضاً على أساس الصفقات. يقول الباحث يزار أيدين إن إردوغان استخدم حلف شمال الأطلسي عمداً لعقد صفقات مربحة. أيدين كان يتابع السياسة الخارجية لتركيا لسنوات بتكليف من مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية. هناك سبب تكتيكي لذلك، فتركيا تريد أيضاً ابتزاز المزيد من الفوائد من الولايات المتحدة، إذا جاز التعبير. الأمر يتعلق مثلاً بشراء طائرات مقاتلة من طراز F-16. تركيا تتفاوض وليس لديها رغبة في جعل ذلك سهلاً. مجدداً يطرح نفس السؤال الذي يشغل حلف الناتو منذ تأسيسه، وهو إلى أي درجة سيكون الحلف متحداً في حالة وقوع هجوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن 72% من الأتراك يرون الآن الولايات المتحدة الشريكة في حلف شمال الأطلسي على أنها أكبر تهديد لهم. يحظى حلف شمال الأطلسي نفسه الآن بدعم بنسبة 23% فقط في تركيا. من جهة أخرى، عزز إردوغان علاقة ودية مع روسيا لسنوات، وفي الوقت الذي يفرض الغرب فيه العقوبات، تجري أنقرة وموسكو تبادلات تجارية على نطاق واسع. بعد غزو أوكرانيا في عام 2023، قال إردوغان إنه يعتبر روسيا جديرة بالثقة بنفس قدر الغرب. تتسم العلاقة بين تركيا وروسيا بالتعاون من جهة والصراع من جهة أخرى. تركيا لا تؤيد العقوبات المفروضة على روسيا، إنها تجري محادثات مع روسيا، وهو أمر مهم للغاية أيضاً. لكن من ناحية أخرى، لم تعترف أنقرة بضم شبه جزيرة القرم، كما قدمت تركيا الدعم لأوكرانيا ولا تزال تفعل ذلك. قبل سنوات بدأت روسيا في تكثيف شراكتها الاستراتيجية مع تركيا. تنسق الدولتان في سياساتهما للطاقة والاقتصاد، ولديهما تبادل وثيق فيما يتعلق بالمسائل العسكرية والاستخباراتية أيضاً. لكن لا شيء من هذا يخدم الحلف. لم أسمع يوماً عن دولة أو حكومة تفكر بجدية في التهديد بطرد تركيا أو تحاول فرض نفوذها الخاص وإعازة أنقرة بأن عضوية حلف شمال الأطلسي ليست دائمة. حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى تركيا وليس العكس، فهي من الناحية الجغرافية توفر المدخل الوحيد للحلف إلى البحر الأسود، وهي بوابة إلى العالم الإسلامي، والأهم من ذلك كله يعتمد الحلف عليها عسكرياً. بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، تتباهى البلاد بقوتها العسكرية. من حيث أعداد القوات، فإن الجيش التركي هو ثاني أقوى جيش في الحلف بعد الولايات المتحدة بفارق كبير. تأتي فرنسا في المركز الثالث بأقل من نصف العدد الذي تمتلكه تركيا. هذا يعني أن تركيا في الواقع لا تعتمد على حلف شمال الأطلسي من الناحية العسكرية. سابقاً وحالياً لم يتناول أي أحد في تركيا مسألة مغادرتها لحلف شمال الأطلسي، والحكومة لم تشارك في نقاشات كهذه.
أعتقد أنه من الناحية الاستراتيجية من الأفضل لتركيا أن يكون لها موطئ قدم في الغرب بينما تحافظ على كونها قوة إقليمية. هذا يعطيها أماناً مضاعفاً. إنها تستعرض قوتها على الصعيد الإقليمي كأن تحرض أوكرانيا ضد روسيا والعكس. إنها تركز على موقعها في البحر الأسود وسوريا وفي الوقت نفسه تتمتع بأمن حلف شمال الأطلسي والغرب. إنها ميزة استراتيجية لتركيا وإذا تخلت عن ذلك تفقد قدرتها على المناورة. تركيا الآن تبرع في ممارسة عملية التوازن، لذا لا أعتقد أن هذا موقف واقعي بالنسبة لتركيا في الوقت الحالي، أو على الأقل بالنسبة لأردوغان الذي يلعب اللعبة بشكل جيد للغاية. أردوغان شخص رصين وماكر، وباعتباره عضواً في حلف شمال الأطلسي يمكنه أن يتدخل في القضايا العالمية. هذا يمنحه نفوذاً ضد روسيا وكذلك أوروبا. إنه يجلس بجانب أقوى دول العالم. لماذا قد يتخلى عن الحلف؟ العضو الأكثر أهمية في حلف شمال الأطلسي كان ولا يزال الولايات المتحدة، لأنها أساس قوة الحلف ومستقبله. اجتمعنا هنا اليوم لنصدر مرسوماً جديداً يسمع في كل مدينة وفي كل عاصمة أجنبية وفي كل رواق سلطة. من اليوم فصاعداً سوف تحكم رؤية جديدة بلادنا. من اليوم فصاعداً لن يكون هناك شيء فوق أمريكا. أمريكا أولاً. تلعب الولايات المتحدة دوراً تنسيقياً بالغ الأهمية في حلف شمال الأطلسي. الرئيس هو الشخص الأكثر أهمية في الحلف. فمن دون رئيس أمريكي وجميع وسائل القوة العسكرية والنووية الأمريكية، لن تكون للحلف أي قيمة. إذا قررت إيطاليا مثلاً مغادرة الحلف فلن يكون الأمر نفسه. هذا تحول دراماتيكي للأحداث. ففي السنوات الأخيرة أكثر ما يقلق حلف شمال الأطلسي هو مغادرة الولايات المتحدة دون غيرها للحلف. في يوليو عام 2018 اشتبك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانز شتولتنبرغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكاميرا في قمة الحلف في بروكسل. تدفع ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين تدفع الولايات المتحدة 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، الأعلى كثيراً من ناتج ألمانيا. هذا غير ملائم. نحن نحمي ألمانيا وفرنسا والجميع وندفع الكثير من المال من أجل الحماية، وهذا الأمر مستمر منذ عشرات السنين. ثم تأتي العديد من الدول وتبرم صفقة خط أنابيب غاز مع روسيا تضخ من خلالها مليارات الدولارات في خزائنها. أرى أن هذا غير مناسب على الإطلاق، علماً أن المستشار الألماني السابق هو رئيس شركة خطوط الأنابيب التي تقوم بتوريد الغاز. في عام 2014 وافقت الدول الأعضاء على إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن بعيداً عن الولايات المتحدة بالكاد التزمت أي دولة بهذا المقترح. شغل جون بولتون منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي لمدة عام ونصف العام تقريباً في عهد دونالد ترامب، إلى أن أجبره الرئيس على الاستقالة. عندما توليت منصب مستشار الأمن القومي، ظننت أن أعباء القرارات التي يتعين على الرئيس اتخاذها في مجال الأمن القومي وخطورة المسؤولية سوف تثقل كاهل ترامب وتضبطه بنفس الطريقة التي تم بها ضبط 44 رئيساً أمريكياً سبقوه. جون بولتون كان حاضراً عندما كادت أن تحدث فضيحة في اليوم الثاني من قمة الناتو. كنت في السيارة متجهاً إلى مقر سفارتنا في بروكسل حيث كان ترامب يتواجد. اتصل بي وقال علينا أن نفعل شيئاً تاريخياً اليوم، أنا أفكر في أن ننسحب من حلف شمال الأطلسي. فقلت متفاجئاً حسناً أنا أوشك على الوصول، سنناقش الأمر حالما أصل. وبمجرد أن أنهيت المكالمة اتصلت بمايك بومبيو وزير الخارجية، واتصلت بجون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض، وحاولت الاتصال بجيم ماتيس وزير الدفاع،
وذلك لأبلغهم أن يستعدوا لأن الوضع خطر للغاية. للمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي بدا انسحاب الولايات المتحدة احتمالاً حقيقياً. كنت أخشى أن يعلن ترامب نيته بالانسحاب أثناء القمة، ليس لأننا لم ندرس الفكرة بعد ولا لأننا لم نتناقش في الأمر في مجلس الأمن القومي، لكن لأن ترامب عندما يبدأ بالتحدث عن أمر ما ينفذ ما يقوله. وفي ذلك الوقت قال لي ترامب إنه رتب الاستبدال بشخص آخر لا يتجادل معه كثيراً ويتفق معه في كل قراراته ويؤيده عندما يقول أريد التخلص من حلف شمال الأطلسي. آخر محادثة أجريتها معه كان يجلس إلى الطاولة الكبيرة في قاعة اجتماعات حلف شمال الأطلسي، ناداني وقال لي هل نفعلها؟ فقلت له اذهب إلى الخط لكن لا تتجاوزه، وعندما جلست لم تكن لدي أي فكرة عما سيفعله. لو كان رئيساً عادياً غير ترامب لنظر الناس إلى الأمر على أنه مزحة، لأن الناس يعرفون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حلف شمال الأطلسي بقدر حاجة الحلف إليها، لذا لن يأخذ الناس كلامه على محمل الجد. بدا وكأنه لا يقدر حقاً أهمية الحلف أو حتى ما يعنيه، أو أنه لا يفهم التاريخ، أو لماذا نفعل ما نفعله؟ إنه يفهم العالم بطريقة قائمة على المقايضة أو المعاملة بالمثل واحدة بواحدة، كأن يقول إذا منحتكم الأمن فما الذي سأحصل عليه في المقابل، ولماذا أحصل على صفقة أسوأ فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي. لم يكن يستوعب أن الحلف كان مهماً للولايات المتحدة من أجل خلق الاستقرار والأمن العالميين، كان يرى الأمر على أنه صفقة، أعطوني هذا وسأعطيكم ذاك، وهذا ليس ما يقوم عليه حلف شمال الأطلسي. اكتفى ترامب بالتهديدات فقط، ولكن في حلف شمال الأطلسي ولا سيما في الحكومة الأوروبية كان هناك شعور بالقلق. برلين في يوليو عام 2019 أجرى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ومؤسسة كوربر تدريبات محاكاة شارك فيها خبراء أمنيون من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة. كل شيء حدث سراً ولم يتم الكشف عن المكان ولا المشاركين. نورا مولر مديرة الشؤون الدولية في مؤسسة كوربر تفسر ذلك. في سيناريوهات التدريبات هذه ندعو مسؤولين حكوميين وكذلك أشخاصاً من المجال الأكاديمي والمراكز الفكرية يأتون من دول مختلفة ذات صلة بالسيناريو الذي نعرضه، والشرط المهم جداً في ألعاب المحاكاة هذه هو أن تظل قائمة المشاركين سرية للغاية. كان السيناريو الوهمي كالآتي: تعلن الولايات المتحدة انسحابها من حلف شمال الأطلسي خلال رئاسة ترامب الثانية. لم يكن هذا سيناريو عسكرياً بل سياسياً. ما التنازلات التي ستكون الدول المتبقية مستعدة لتقديمها؟ وهل يتفكك حلف شمال الأطلسي تحت وطأة التهديد الأمريكي؟ كان الفريق الألماني على استعداد تام لإدراج قضية السياسة التجارية في التسوية، وكان الفريق البولندي سريعاً نسبياً في الدخول في محادثات مع الأمريكيين حول الكيفية التي قد يتمكنون بها من إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال السياسة الأمنية خارج نطاق حلف شمال الأطلسي، وكان ذلك بالطبع مصدر قلق كبيراً للاعبين الآخرين في اللعبة، لأنه إذا بدأنا في عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة فإن بنية منظمة حلف شمال الأطلسي سوف تضعف. كشفت لعبة المحاكاة بلا رحمة عن ضعف التحالف. انسحاب الولايات المتحدة من شأنه أن يضعف حلف شمال الأطلسي إلى حد كبير ويشعل سباقاً على المعاهدات الثنائية. التساؤلات حول ما قد يحدث إذا انسحبت الولايات المتحدة من أوروبا يمكن أن نجدها أيضاً في تاريخ حلف شمال الأطلسي.
توقعوا أن هذا سيرجعهم إلى سلسلة من التحالفات الثنائية وتحالفات بين دولتين أو ربما ثلاث دول في أوروبا، وكانوا يخشون العودة إلى نظام متهالك من التحالفات كتلك التي كانت موجودة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية وفي بعض الحالات قبل الحرب العالمية الأولى حتى، وكانوا يشعرون بالقلق من أن هذا سيكون وضعاً غير مستقر وخطراً للغاية، حيث ستكون على الدول سلسلة من الالتزامات الأمنية المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى تفعيل سلسلة كاملة من حالات التداعي إذا بدأ الصراع. في عام 2024 أصبح السيناريو الذي تم تنفيذه سراً في برلين عام 2019 ذا أهمية مرة أخرى. استخدم ترامب موضوعاً نيتو مراراً وتكراراً خلال حملته الانتخابية. أقولها لكم على مضض وبصراحة، لكن إذا احتجنا إلى مساعدة حلف شمال الأطلسي يوماً ما في حال تعرضنا لهجوم، لا أعتقد أنه سيقف إلى جانبنا. أخشى أن ينفذ ترامب رغبته في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي إذا انتخب رئيساً للمرة الثانية، وربما يتخلى أيضاً عن أوكرانيا، ومن يدري ماذا سيفعل غير ذلك. سيكون ذلك مدمراً للغاية وسيؤدي إلى نتائج عكسية. أعتقد أنه يريد الانسحاب من حلف شمال الأطلسي لأنه شعر لفترة طويلة أن هذا هو الشيء الذي يريد القيام به، وأعتقد أنه يشعر بالإحباط لأنه لم يتمكن من فعل ذلك في فترة ولايته الأولى. من المحتمل أنه يلوم أشخاصاً مثلي وآخرين كثر. إذا فاز في الانتخابات لن يوظف أشخاصاً مثلي ليكونوا عبئاً عليه، هذا مؤكد. أحد رؤساء الدول الكبرى وقف وسألني: سيدي، إذا لم ندفع لك المال وتعرضنا لهجوم روسي، هل ستحمينا؟ فقلت له: تقصد أنكم ستتأخرون بالدفع؟ فقال لي: نعم، لنفترض أن ذلك حدث. فقلت له: كلا، لن نحميكم، وسأحرض روسيا على مهاجمتكم بأقوى ما لديها ما لم تدفعوا لنا المال. عليكم تسديد فواتيركم. فتدفقت علينا الأموال. كانت الولايات المتحدة أغبى دولة في العالم، لكننا لن نبقى كذلك. لا يكمن الخطر الحقيقي في انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي. هذا ما أوضحه الكونغرس للمرة الثانية في قانون عام 2019. الرئيس الأمريكي لا يملك السلطة لانتهاك معاهدة الناتو، إذ يجب أن تعرض المعاهدات على الكونغرس. الخطر الحقيقي هو الافتقار إلى الإرادة السياسية للتصرف في حال تعرض أحد الحلفاء لهجوم، سواء أكان الرئيس الأمريكي هو ترامب أو شخص غيره. حتى لو انتخب ترامب للمرة الثانية ولم ينسحب رسمياً من حلف شمال الأطلسي لأن الكونغرس الأمريكي لم يسمح له بذلك، فلا يزال بإمكانه أن يقرر عدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول لهجوم. سيظل الكونغرس الأمريكي يتمتع بصلاحية إعلان الحرب، وبصفته القائد العسكري بإمكان الرئيس عدم إرسال أي قوات. هل من الممكن أن يتم تقويض أكبر تحالف عسكري في العالم ومادته الخامسة الشهيرة بواسطة شخص واحد فقط؟ هذا ليس التهديد الوحيد لحلف شمال الأطلسي، فديناميكيات القوة العالمية تشهد تحولاً منذ سنوات عدة. من ناحية، فإن المجتمع الأمريكي يتغير، كما شهدت السنوات الأخيرة أيضاً زيادة كبيرة في التصور بأن الصين تشكل تهديداً، وهي الدولة الوحيدة القادرة على مواجهة الولايات المتحدة. أما روسيا فهي في فئة مختلفة تماماً. وفقاً لتصنيف مؤشر جلوبال فاير باور أقوى الجيوش في العالم، فإن الصين لا تتخلف إلا عن الولايات المتحدة وروسيا. من المقرر الانتهاء من تحديث جيش بكين بحلول عام 2035، بالإضافة إلى أن الصين تمتلك بالفعل أكبر أسطول بحري في العالم. تظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في السنوات الأخيرة كيف قامت الصين ببناء قواعد عسكرية ضخمة على جزر مرجانية صغيرة غير مستثمرة في بحر الصين. تتخذ الصين موقفاً عدوانياً بشكل متزايد تجاه تايوان ودول آسيوية أخرى، وتأمل تلك الدول بدورها أيضاً في الحصول على المساعدة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
نرى ذلك في الحرب ضد أوكرانيا أيضاً، والسؤال المطروح على نحو متزايد هو: هل يمكننا أن نكون نشطاء على قدم المساواة في كل من هذه المسارح أو المناطق؟ النقاش الذي يدور الآن في الولايات المتحدة، ما ننفقه الآن على أوكرانيا والأسلحة والدعم الذي نقدمه إلى كييف، ألا ينبغي لنا أن نزود تايوان به في حالة نشوب صراع؟ كنت ضمن وفد إلى الولايات المتحدة عام 2019، وخلال مناقشاتنا قال لنا الأمريكيون: روسيا مشكلتكم أنتم وليست من شأننا، إنها مشكلة أوروبية عليكم أن تتعاملوا معها، وهذا لن يتغير حتى لو تحسنت علاقاتنا مع روسيا في 10 سنوات أو 20 سنة القادمة. وإلى أن يحدث ذلك، على الأوروبيين تقبل فكرة أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على التدخل في أي صراع، فربما تكون منشغلة في مكان آخر. التحدي الأساسي الذي يواجه الأوروبيين في المستقبل سوف يتلخص في إظهار الكيفية التي يمكنهم بها أن يعودوا بالنفع على الأمن الأمريكي، لا أن ينتفعوا منه فحسب. أم هل نحن بحاجة إلى خطة بديلة مثل جيش أوروبي موحد؟ ففي النهاية تحتوي المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على ضمانة المساعدة المتبادلة الخاصة بها على غرار المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي. لا حاجة للقول إن الولايات المتحدة ما كانت لتبلغ القوة العسكرية التي هي عليها اليوم لو لم تكن ممركزة، ولهذا السبب على وجه التحديد من غير المرشح أن يكون هناك جيش أوروبي تحت هيكل قيادة موحدة، لأننا لسنا دولة واحدة مثل الولايات المتحدة. يتألف الاتحاد الأوروبي من 27 دولة، لن تسمح تلك الدول أبداً للقيادة المركزية في بروكسل أو في أي مكان آخر بإفلات عملية صنع القرار العسكري من أيديها. في شهر فبراير عام 2024 أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحاً بتعيين مفوض لشؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لكن فكرة إنشاء جيش أوروبي يجب أن يبحث في شأنها على المدى الطويل. بإمكان الدول الأوروبية تنظيم جيوشها بحيث تكون متكاملة ومتعاونة، وحتى لو كانت لا تزال غير قادرة على تحقيق مستوى الردع الضروري ضد روسيا، لكن على الأقل سيكون لديها أساس يمكنها من خلاله تنفيذ مهمات صغيرة إلى متوسطة الحجم من دون مساعدة. من غير المرجح أن تؤدي المهمات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى ردع روسيا على المدى الطويل. في شهر يناير 2024 بدأ حلف شمال الأطلسي أكبر مناورة عسكرية له منذ نهاية الحرب الباردة تحت اسم المدافع الصامد. سيقضي 90,000 جندي عدة أشهر في التدرب على رد فعلهم على هجوم وهمي، وخصمهم الافتراضي هو روسيا. قال دبلوماسي بريطاني إنه في كل مرة يواجه فيها حلف شمال الأطلسي مشكلة يأتي الروس وينقذونه. يعود حلف شمال الأطلسي الآن إلى السبب الذي أدى إلى تأسيس كتلة شمال الأطلسي في عام 1949، وهو الحد من نفوذ موسكو. إن شاء بوتين أم أبى، حرب روسيا على أوكرانيا أعادت تنشيط حلف شمال الأطلسي. أعتقد أن هذا هو الاختبار الأكبر الذي يواجهنا كأوروبيين وبالطبع كألمان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذه ليست أزمة بسيطة يمكننا حلها بسهولة. وبصرف النظر عن الضغوط الخارجية، فإن الصدع الذي يلوح في الأفق بين أوروبا والولايات المتحدة واضح وضوح الشمس. هنالك تحديات جديدة بالكامل تنتظر الأوروبيين، لأن القوة العسكرية لجميع الدول الأوروبية مجتمعة صغيرة جداً مقارنة بالقوة العسكرية الأمريكية. إنشاء سياسة دفاع أوروبية يمكنها العمل خارج نطاق حلف شمال الأطلسي سيستغرق 10 سنين، وستكون أكثر كلفة عما هو مطلوب اليوم، وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. توفير المال وحده لا يكفي، لابد من إنتاج أنظمة أسلحة غير متوفرة لدى أوروبا، ولا تزال بعيدة المنال بالنسبة لها. يبدو أن مكاسب السلام قد استنفدت، وأصبح الدفاع من جديد جزءاً من الخطاب السياسي اليومي. لدي عائلة، والكثير منا هنا إما آباء أو أمهات،
نحن لا نريد حرباً، بل على العكس، هذا هو الشيء الذي نريد منعه من الحدوث. كيف يمكننا منع اندلاع حرب؟ من خلال الاستعداد لوضع شبيه بالحرب، ومن خلال إرسال رسالة إلى شخص نفذ هجوماً على أحد الجيران قبل أكثر من عام، والقول له لن ينجح ذلك هنا. بعد 75 عاماً على إنشاء حلف شمال الأطلسي، ها هو يواجه مرة أخرى المهمة التي تأسس من أجلها، وهي منع اندلاع الحرب.